ضابط في السجون يدعى محمد عطية اللي يوقف غدوة قدام قاضي التحقيق بتهم منها الاعتداء بالعنف والتعذيب. كشف اليوم خلال ندوة صحفية عن تجاوزات وعن طوارئ ضباط من السجون والأسلاح في ملفات فساد. أكد اليوم محمد عطية الضابط في السجون خلال ندوة صحفية نظمها الحزب التونسي أنه تعاقب في عهد المخلوع وتعزل لمدة 8 سنين وتحط في الإقامة الجبرية، وبعد الثورة رجع للعمل في سجن المساعدين بسوسة وعاين جرائم متجاوزات من تعذيب واعتداء جنسي ومخدرات، دونها في عرايض وقدمها للإدارة دون جدوى. في المقابل تم نقله لسجن الهوارب بالقيروان كما تعرض لتتبعات تأديبية وجزائية. بعد الثورة فما عملية ابتزاز وعلمت بها إدارة وزارة العدل وبدي شارج متاعي علمت اللي يبقى لي ابتزاز على برشا مراحل، يا تسكت تسكت تخدم معنا تاكل معنا الخبز تتكلم هاوش في سنة فيك، يعني يوريو فيا الجنة والنار. الجريمة الاعتداء الجنسي تمت يوم 5 سبتمبر 2011، عينت بنفسي أنه سجينة مربوطة إيديها التالي ومحطوطة في حجز. بعد ما نحن كلنا تلاهينا بمشكلة معينة رجعنا وقعدت هي مع شخص واحد معناتها هي وياه بمفردي، رجعت بعد إيش نلقاها منحي باش اللوطاني الكل ويديها مزيد مسلسلة وتبشى من ناحية الأجنب وتعيط وتقول تعرضت لاعتداء. العون هذا يقول أنا لقيت زطلة واخذها مني ضابط ضابط وحتى في جيبه منعني مش نكتب تقرير، فهمني هذا، وتقدمها إدارة سجون الإصلاح من شهر أوت اللي فات التو. العون هذا هو أصيل مدينة تونس، بعثوه لتونس مع تقربوك وسكت، والضابط مازال يخدم التو نافذ. يزيد في شهر أكتوبر وقت اللي أنا حيرت المشكلة هذه وتم إبعادي عن حبس المساعدين، الإدارة تمشي تحجز برشا ممنوعات من جملتها عند سجين واحد فقط ونجم نعطيكم اسمه، لقاو عنده 4 كيلو زطلة. محمد عطية باش يكون غدوة أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة بعد ما توجهته 3 تهم منها الاعتداء بالعنف والتعذيب الصادر عن موظف عمومي. الهدف من هذه التتبعات الجزائية هو إرغامه على يعني عدم الكشف على الحقائق اللي يعرفها، ويعني المستفيدين من زجره بالسجن كثيرون. فهمت، احنا ان شاء الله غدوه عندنا امل كبير في انه القضاء يتفهم الوضعيه نتاع منوبي ويفهم انه القضيه هذه معناها الهدف منها هو زج بمنوبي بالسجن لا غير، باعتبار انه الافعال اللي موجوده في الملف كامل غير ثابته عليه. ضابط السجون قال انه مستاء لانه تعرض للمظالم في عهد بن علي اللي وقعت فيه تجاوزات فظيعه داخل السلك هذا، وانه مستاء زاده خاطر الفساد ما زال متواصل وعديد الأطراف تقوم بطمس الجرائم وقبر الملفات، وأنه اليوم يوجه حكم بالسجن فقط خاطره حب يكشف الحقائق.